thank you, Your Majesty, for your enduring and strategic relationship. وعلى هذه العلاقات الاستراتيجية بيننا مع الأردن. وأتيحت لدينا الفرص للتحدث قبل قليل وتحدثنا كيف أولادي وأحفادي ويذهبون إلى المدرسة وتحدثنا عن جائحة كورونا والآن لدينا ضيوف من الأردن وأود أن أشكركم على حضوركم وعلى واستمعت من جلالة الملك ما عن الأمور التي يواجهها الأردن وهناك أود أن نكمل عملنا العالم يتغير وأيضا وكل شيء يتغير وكل شيء ولكن الكثير من التغييرات والكثير من الفرص وأيضا إذا أرحب بكم أهلا وسهلا سيد الرئيس شكرا جزيلا على لطفكم الذي أظهرتموه لي وأيضا تشرفت وسعدت بلقائكم وأيضا قبل عقدا أو أكثر وأيضا هذا يعني من دواعي سروري أن أراكم الآن في هذا الموقف والمنصب وعلى سخائكم وبلادكم نحونا وبلادنا وأيضا قدمتم لنا بعض المطاعيم للجائحة وأيضا بالنسبة لهذه العلاقة نحارب الجائحة عالميا وأيضا نحن نعمل معا وكما ذكرتم هناك تحديات كثيرة أمامنا وأعتقد الكثير مننا القادة حول العالم وأيضا تقومون بها أيضا مع الولايات المتحدة وأيضا معي وبلادي والكثير من زملائنا أود أن أشكركم وعلى قيادتكم كما ذكر جدي دائما يجب أن تهتموا بالجيران وأيضا وأيضا سيد الرئيس شكرا للجميع شكرا Thank you.